السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله شفيعا لنا في قبورنا وحجتنا يوم نلقاك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد ظاهرا وباطنا، لك الحمد على هذا الحال وعلى كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نكمل بإذن الله عز وجل في دورتنا، دورة لطائف وفوائد من حياة القراء البساتين الحسان، لطائف وفوائد من حياة القراء. ووصلنا إلى يعني هذه الصفحة قوله: وينبغي أيضا لمعلم القرآن أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب بهم ويحسن إليهم، ويلين لهم ويتواضع معهم، ويلاطفهم ما استطاع. وقد اشتهر سائر القراء عامة بجمال الروح وخفتها، فلا يمل جليسهم لأنسه بهم، بل واشتهر بعضهم مع هيبته وجلالته ومكانته وسعة علمه بأنه صاحب نكتة وطرافة ودعابة، كالإمام الأعمش والإمام نافع المدني والإمام هشام بن عمار وغيرهم. فهم وإن كانوا أهل وقار، وحياتهم حياة جد واجتهاد، ومجالسهم مجالس علم وذكر، فإنها لا تخلو من طرائف ولطائف. ومن أمثلة ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان كلما جلس لإقراء الناس بالكوفة يقول مرحبا بطلابه يقول مرحبا بطلابه وملاطفا لهم: أهلا بوصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا بوصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحبة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني نحترم أهل القرآن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني إكرام حامل القرآن من إجلال الله سبحانه وتعالى. وكان للإمام الخابوري رحمه الله نوادر ومزاح وظرف، وطال عمره وبعد صيته، ومع كونه من كبار المقرئين وتقدمه في الفقه والعربية وتصدره للإقراء بحلب واشتهار ذكره، و لقب الإمام نافع المدني أو لقب الإمام نافع المدني تلميذه الإمام عثمان بن سعيد بن ورشان. كما تعلمون يا أحبة، الإمام نافع يعني برز من طلابه اثنين، تمام، أو اثنان برز من طلابه اثنان، ورش وقالون، تمام. الآن الإمام عثمان بن سعيد لقبه الإمام نافع بالورشان لشدة بياضه، ثم خففت لورش، وكان ورش يحب هذا اللقب ويقول: أستاذي نافع سماني به. هل علمتم يعني اسم ورش؟ نحن نقول رواية ورش عن نافع. الإمام نافع يعني لقب تلميذه عثمان بن سعيد رحمه الله بالورشان لشدة بياضه، ثم خففت لورش، وكان ورش يحب هذا اللقب. وكذلك فقد لقب الإمام عيسى بن مينا بقالون، يعني قالون أيضا ليس اسما، يعني هذا لقب أيضا من الإمام نافع، تمام، لجودة قراءته
فهي تعني بلغة الروم الجيد. يعني ورش وقالون هما لقبان لقبهما الإمام نافع لتلاميذه. وقيل الإمام أبي عمرو الدوري يوما: كيف صحبتم الكسائي على الدعابة التي فيه؟ قال: لصدق لسانه. وقد سئل يوما: لما لم تهمز الذئب؟ هي يعني تقرأ في روايتهم بالذيب، لما لم تهمز الذئب؟ فقال ملاطفا لهم: أخاف أن يأكلني، أخاف أن يأكلني. تقرأ بروايتهم بالذئب وهو قال الذيب، فقالوا: لما لم تهمز الذئب؟ يعني لماذا لم تقل الذئب بالهمزة بدل الذيب؟ تمام. فقال ملاطفا لهم: أخاف أن يأكلني. هكذا كانت يعني بعض طرائف القراء. وكان الإمام سليم بن عيسى الكوفي أعرجا، كان أعرجا، فروى أن الإمام خلف بن هشام البزار قرأ عليه يوما قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فنسي ولا على الأعرج حرج، يعني لم يقل ولا على الأعرج حرج، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. فمد رجله وقال متبسما: نسيتني وأنا حذاؤك، يعني نسيتني وأنا بجوارك. هكذا كانت يعني بعض دعاباتهم حفظهم الله جميعا. وقرأ عليه يوما: ولكن المنافقين لا يعلمون. فقال: لا يفقهون، بدل لا يعلمون، يعني أصل الكلمة أو أصل الآية ولكن المنافقين لا يعلمون، صوت المنافقون. قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. فقال ومازحا له: قراءتك حسنة لكنك عائز للفقه، لكنك عائز للفقه. واعلم يعني أني فيما مضى ذكرت أطرافا من أخلاق حملة القرآن الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وسأذكر صنفين آخرين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها. وهي يعني الذي ألف الكتاب، تمام، هو يعني الشيخ بلال عماد من قطاع غزة حفظه الله، قال يعني ذكر فيما قبل هؤلاء يعني أخلاق القراء الذين أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى، الذين أرادوا وجه الله. وسيذكر في هذه الصفحات بعضا من أخلاق القراء الذين لم يريدوا وجه الله سبحانه وتعالى لكي نحذر منها. ولكنك عائز للفقه، أي مفتقر إلى الفقه، يعني تحتاج إلى بعض الفقه وأنت تحفظ، تمام؟ طيب، الآن من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً لحروفه مضيعاً لحدوده، يحفظ حروفاً فقط، متعظماً في نفسه، متكبراً على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يستقضي بها الحوائج. كما يعني تعلمون يا أحبة، بعض السلف أراد أن يشتري شيئا، فيعني أراد أن يعني أراد البائع أن ينزل من السعر لأنه يعلم الناس القرآن، لأنه شيخ. فقال له: إنا لا نشتري بديننا، إحنا لا نشتري بديننا. تمام يا أحبة، لا يجوز أن تتخذ القرآن بضاعة تستقضي بها الحوائج. أنا حافظ القرآن وأنا أدرس القرآن، يجب أن تقضي حوائجي بسرعة غير حوائج الناس. يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. تمام يا أحبة. طيب الآن، وإن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة ثقل علي ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، ليس معهم شيء يعطونه، فقراء، تمام. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءة والروايات، أنا معي قراءة الإمام فلان وأنا معي قراءة الإمام فلان، يتكبر على الناس
كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، ولا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها. إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم قبل حوائج الناس، لا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، لا يتأدب بأدب القرآن، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص من مقامه بين الناس، لئلا ينقص مقامه بين الناس، ولئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه حزينا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترف به. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرمه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام، تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، وتزين عند السامعين وتزين وتزين عند السامعين منه ليس له خشوع، فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، ليس همته متى يفهم، يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، بخلاف عن السلف كانوا لا يقرؤون أمام الناس، إن كان ممن يقرأ عليه غضب على من يقرأ على غيره، وإن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله عز وجل. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله عز وجل فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله. لذلك ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بأخلاق هؤلاء الأعلام الأجلاء، وأن يقتفوا أثرهم، ويتنقبوا مناقبهم، وأن يتصفوا بصفاتهم الحميدة، صفاتهم العالية الرفيعة، وأن يبتعدوا عن سفاسف الأمور، ويبتعدوا عن محقرات الذنوب ومحقرات الأعمال. هكذا أحبة يجب أن يكون القراء. دعنا نكمل قليلا، يعني لأنه يعني بقي عندنا فقط يعني درس واحد في كتاب التيسير، نكمل في كتابنا لطائف الباب السادس جهاد القراء ورباطهم. الباب السادس جهاد القراء ورباطهم. الجهاد لغة يا أحبة هو بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، تبذل كل وسعك وكل طاقتك في قولك أو في فعلك، اصطلاحا هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وإن الجهاد هو روح الإسلام وعزه وسر قوته، ما تركت أمة الجهاد إلا ذله،
حيث قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الجهاد ومن أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، هو ذروة سلام الإسلام، وهو أفضل من عمارة المساجد. يعني الآن أحب لو تخيلتم إنسان يصلي في الحرم، تمام، في أفضل بقعة في الأرض، يصلي في الكعبة، وإنسان يجاهد في سبيل الله عز وجل، من أفضل؟ من أفضل يا أحبة؟ الذي يعرف يرفع يده يا أحبة. إنسان يصلي في الحرم قائم صائم، وإنسان يجاهد في سبيل الله، أستاذ عبد الرحمن. الذين يجاهدون في سبيل الله أفضل. الذين يجاهدون في سبيل الله أفضل، نعم، المجاهد أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إفاق ساعة في سبيل الله، بس ساعة في سبيل الله، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. خير يا أحبة، رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا بعضه، يعني كان من بعض السلف من كان يدرس في تلاميذه، نعم، يدرس تلاميذه، وأتاه داعي الجهاد فترك تلاميذه. عبد الله المبارك رحمه الله ترك تلاميذه وهب لداعي الجهاد، تلاميذه أصبحوا يبكون وبعثوا لشيخهم رسالة: يا شيخنا ارجع إلينا. يعني الطلاب يبكون عبد الله المبارك يا أحبة، يعني بعث طلابه له برسالة يقولون له: يا شيخ الطلاب يبكون ارجع إلينا. فبعث لهم برسالة مشهورة وقال لهم: يا عابد الحرمين الذي تصلي بالكعبة، لو أبصرتنا، لو نظرت إلينا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه، الذي يبكي في الحرم يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، أنتوا يعني ضعوا العطر على أنفسكم وتزينوا، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. نحن عبيرنا يعني
عطرنا هو غبار المعارك الذي لا يجتمع مع غبار جهنم أبدا. لذلك أحبة، المجاهد في سبيل الله هو أفضل ممن يصلي في الكعبة. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. والمجاهد أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، والجهاد أفضل من العزلة للعبادة. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ يريد أن يسأل عن أفضل الناس، فقال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. لذلك أحب، المؤمن الذي يجاهد أفضل من الرجل المعتزل في شعب من الشعاب. ولا يعدله شيء، الجهاد لا يعدل، يعني الجهاد شيء. تمام أحب؟ جاء أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يعني سيغزون في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقال: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة، يعني أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلموا وغنموا مرة ثانية: يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلموا وغنموا. وثالثة هكذا. فقال: يا رسول الله، عندما علم أن الشهادة يعني مقام رفيع عند الله عز وجل لا يعطيه لأي أحد، قال: دلني على عمل أتمسك به، وهذا يعني أجر آخر، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل لها. الصوم هذا تحت الجهاد مباشرة. تمام؟ لا يعدله أي شيء. فقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. مش هتقدر. قال ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، فظل قائم لله عز وجل ولا تقعد، وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ ومن يستطيع ذلك؟ هذا هو مثل المجاهد، أفضل من القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، بل إن نوم المجاهد أفضل من قيام غيره وصيامه النهار. فقد قال أبو هريرة يوما لأصحابه: أيستطيع أحدكم أن يقوم ولا يفطر ويصوم ولا يفطر؟ قيل: ومن يطيق ذلك يا أبا هريرة؟ قال: والذي نفسي بيده، إن نوم المجاهد في سبيل الله أفضل منه. أفضل من من؟ أفضل من الصائم القائم. نومة المجاهد أفضل من الصائم القائم. وإن الله يرفع المجاهد في الجنة 100 درجة. إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تمام أحبة؟ وهو سياحة هذه الأمة. قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. من هم السائحون؟ هم المجاهدون في سبيل الله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال لي: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: قلت: أجل يا رسول الله. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة،
وأما ذروة سنامه فالجهاد، والمجاهد في ضمان الله وكفالته وحفظه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله. مهم ذي أحبه، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. تكفل الله عز وجل إما بالجنة أو بالغنيمة والأجر. وقد ذكر العلماء أن للجهاد أربع مراتب، وهي جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وجهاد النفس أربع مراتب: أن يجاهدها ويصبرها على تعلم القرآن والهدى ودين الحق. ثانيا: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، يعني يعلم ثم يعمل، علم ثم عمل. ثالثا: أن يجاهدها على الدعوة، يعلم يعمل يدعو. رابعا: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة، لأن الدعوة لا تكون إلا بمصائد، يعني لا يكون طريق الدعوة يعني معبدا بالزهور، بل إنه طريق فيه شوك، فيجب عليك أن تصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، ويكون ذلك باليقين بالله عز وجل. ثانيا: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، ويكون ذلك بالصبر. أما جهاد الكفار فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني من صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم رحماء فيما بينهم، يجب أن نكون رحماء فيما بيننا، لكن عند الكفار واغلظ عليهم، يجب أن يعني تخرج القوة والعزيمة لطرد الكفار. طيب، وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب، وهي باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد كما ذكرناها يا أحبة. واعلم أن أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أعظم الجهاد جهاد النفس لم يحب، لأنه أصل المراتب. إن لم يستطع الإنسان أن يجاهد نفسه لن يستطيع أن يجاهد أعداءه، تمام؟ والناس متفاوتون في منازلهم عند الله عز وجل بتفاوتهم فيها. لذلك فإن حديث القرآن على الجهاد عميق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة. فعندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عن سيرته إنها سيرة نبي مجاهد صلى الله على سيدنا محمد، حيث كانت حياته عامرة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ألم يضرب في وجهه؟ ألم تكسر رباعيته؟ ألم يسيل الدم من وجهه، وكان يزيل الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ ألم يسيل الدم من قدميه؟ ألم يطرده أهله من بلده؟ ألم يعني يرميه أهل الطائف بالحجارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان أشجع الناس، وكانوا إذا حمي الوطيس احتموا بظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع الناس في زمانه. طيب، وقد ربى أصحابه الكرام على ذلك، وكان في مقدمتهم القراء والحفاظ، حيث أن إنهم كانوا مجاهدين رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، وتقدموا صفوف الجهاد والرباط والقتال في سبيل الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك سيد القراء أبي بن كعب، شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود شهد بدرا
واحتز رأس أبي جهل لعنه الله. من الذي قتل يعني أكمل على قتل أبي جهل بعد معاذ ومعوذ؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، مع دقة ساقيه ودقة جسده رضي الله عنه وأرضاه. وقد أسلم أبو الدرداء يوم بدر، ثم شهد أحدا، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يرد من على الجبل من الكفار فردهم وحده. وشهد سعد بن أبي